شبابيك قناة شبابيك نيو. السلام عليكم. أفادت مصادر مطلعة لقناتنا أن المنطقة الساحلية لمدينة صخيرات شهدت منذ يومين حالة استنفار قصوى استدعت حضور كل من والي الجهة وعامل الإقليم، بعد أن عبر والي العهد الأمير مولاي الحسن عن امتعاضه الشديد إزاء الوضع المزري الذي تعرفه البنية التحتية المهترية على طول طريق المؤدية إلى مقر الإقامة الأميرية، إقامة الأمير لالا ملك عمة الملك محمد السادس، بفعل كثرة الحفر علاوة على الإنارة العمومية الضعيفة جدا. مصادر مؤكدة قالت إن ولي العهد ترجل من سيارته الخاصة ووقف شخصيا على الوضع المزري سالف الذكر قبل أن تعلن حالة طوارئ بالمنطقة استدعت حضور كل الأجهزة المعنية بالتدخل. هذه المبادرة الأميرية لقت استحسانا كبيرا من قبل سكان المنطقة الساحلية بعد أن شرعت الشركات المسؤولة في ترميم مكامن الخلل التي أغضبت ولي العهد وتعزيز كل جنباتها بإنارة عالية الجودة. تبقى الإشارة فقط إلى أن ولي العهد الأمير مولاي الحسن شهد أكثر من مرة خلال الأونة الأخيرة بصخيرات، حيث دأب على زيارة عمة والده التي تمر بوعكة صحية منذ مدة. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه. اللقاء.